نعم الله عليكم. قال الإمام الحسين عليه السلام: يا أيها الناس، نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانم، ولا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوا، واكسبوا الحمد بالنجح، ولا تكتسبوا بالمطل ذما. فمهما يكن لأحد عند أحد صنيعة له رأى أنه لا يقوم بشكرها، فالله له بمكافأته، فإنه أجزل عطاء وأعظم أجرا. واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتحور نقما.